بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا به سبحانه وتعالى ولا شريك له ولا يشرك في أمر أحد أحد حتى حد ما يجب يكون شريك المولى ويعاون المولى وينصح المولى ويصح أخطاء المولى ما مش منا لا أخطاء لا يصدر عن الله إلا الصواب ويزيكم يا ناس وليتوا بطريقتكم الملتوية وليتوا تتعامل مع الله كأنه بشر الله هو خالق الإنس والبشر وكل الخلائق جميعا لا يمكن لها أن يكون لها خالق سوى الله رد بالكم والله قاعدين تلعبوا بالنار وتحرقكم وتحرق من آمن بكم واتبعكم في ضلالتكم ردوا لكم ويجب تخذتوا العالم كله لأنه اليوم صاينا ويده في يد الكنائس ماذا متفقين سرا أن يفسدوا في الأرض بما أنه انطلت حيلتهم على باقي البشر ما قالوا احنا هنا ماسكين بالمقود مسار البشرية فلهذا يكونوا سرا متفقين على افساد هذا العالم وقت اللي يشرك بالله يهودي ونصراني هو اما يهودي قال عزير ابن الله ولا نصارى قالوا المسيح ابن الله يعني عمر ما كانوا موحدين هي بار دو مونوتيزم ابار الاسلام اي دو لي ديبار دو ليستوار هومان سور تير ان يا كون سول ريليجيون كي سابيل اسلام سوميسيون توتال ديفينيتيف ا الله لو سول سينيور والسلام بالتمام والكمال علينا امه محمد وعليه الصلاه والسلام.